اختتم في محافظة السويداء ملتقى النهد الثالث والذي استمر لمدة 15 يوماً وضم الكثير من الفعاليات الفنية والترفيهية وورشات النحت والرسم وغيرها الكثير. من يملك الشباب يملك المستقبل، هؤلاء هم عدة المستقبل، ما أروعهم في هذا الملتقى الرائع، وجيشنا يحقق الانتصارات في اتجاه الشرق والغرب وفي كل بقعة من بقاع سوريا لسحق هؤلاء المتآمرين، هؤلاء الكفرة، هؤلاء الذي حاولوا أن يزيلوا البسمة عن أبناء سوريا خسئوا. سيبقى أبناء سوريا فاعلين ومؤثرين في كل الأحداث سواء على أرض سوريا أو خارج أرض سوريا. اليوم اتحاد الوطني طلبة سوريا وشباب الوطن يختتمون هذا الملتقى بعد جهد كبير وعناء 15 يوم من التعب والجهد. الشكر أولا لكل من بذل قطرة عرق في نجاح هذا الملتقى أيا كان الدور الذي قام به، وهي رسالة صمود شباب سوريا، صمود شباب الوطن وطلبة سوريا من كل فئاتها وقطاعاتها، أن الشباب السوري صامد بفضل تضحيات الشهداء، بفضل دماء الشهداء وأبطال رجال الجيش العربي السوري. نقدم رسالة، رسالة العلم والمعرفة، نحن بالعلم والمعرفة والإرادة ندحر وسندحر الإرهاب وداعميه. مشاركة مهمة كان في نقل خبرات من الأساتذة للطلاب، الطلاب بحاجة لهذه الاستفادة ولا يتعرفوا على المادة. مشاركة على المستوى المعنوي كثير مهمة بالنسبة لي، أنه رجعت على كليتي بعد تخرجي واشتغلت بين أساتذتي. ضم الحفل فقرات فنية ورياضية واختتم بتكريم كل من شارك وساهم في إنجاح الملتقى، والذي تسعى كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء إلى تحويله لتقليد سنوي.